سلام الحاجي ونذوبها شوي. البصل نضيف البهارات الصحيحة ونضيف معجون الطماطم تقريبا تكون بهالشكل مقطعة قطع صغيرة جدا، ونضيف البهارات الناعمة، نرمي اللحم الآن ما يتغير لون اللحم، نقلبها كذا مع الكشنة. لو انك في البيت تحطمها قدها حار، ولكن احنا هنا في البر بمجرد انه اللحم يتغطى خلاص. بنبدا الان خلاص نسكر قدر الضوء، راح نتركه باذن الله ولا بدا يصفر بنحسب له 10 دقائق. اللحم استوى بعد ما نحط الرز ونضغط القدر باذن الله راح يكون على النار متوسطة. الآن ما يبدأ يصفر لا بدأ يصفر، نرخي النار للأخير ونحشوه لأربع دقائق.